السلام عليكم ورحمه الله متى الاحوال شركم الاحباب جسبركم بيان. نحكوا شويه على الروس على الاحداث اللي راهي متطوره اليوم. شراني نسمع في الاخبار بلي الجيش تاع اوكران وبدا يريكيبيري تسمى يرجع الاماكن اللي داها الروس كما في خاركيف كما في هكذا. واش راهم يقولوا ثاني لي ميديا كما هنا في كندا ولا في الاطراج واش راهم يقولوا بلي الروس بدا يضعف بدا يفقد القوه نتاعو يفقد الكونترول اكسيتيرا وبدا الجيش تاع اوكران يتقدم ويحقق كما نقولوا حنايا يسترجع الشيء اللي راح له اللي داه الروس. كما قلنا في الاول عندها تقريبا شهر ولا شهرين وكان الاخرين عندهم 3 شهور ملي هضرتها الروس والله ما على باله في الاوكران. الروس يلعب في لعبه جدي شاكل. الاوكران بالنسبه للروس هو بيون خليه يمشي ساعي بلوكيه ساعي خليه ساعي البيون هذاك ياكلو بيون تاع الروس ويخليه لانه هذا ما يشكلش خطر على الروس. الروس راه يستعمل في الاوكران باش يحطم به الاوروب العدو تاعو هو الاوروب. وذلك زي ذلك الروس كيف الروس يخلي الجيش نتاعو راح يستعمل الاوكران هاو استعمر الاوكران هاو دا المدن هاو قضاء الاقتصاد تاع الاوكران اكسيتيرا هو هكذا من بعد الروس تود لا ريسبونسابيليتي تاعو يعيش الشعب تاع الاوكران اسم يعيش الجيش تاعو ويزيد يعيش الشعب تاع الاوكران. هو مشكل كبير هذا معناتها يزيد فيها اداره اخرى ويزيد عباد اخرين اكسيتيرا هذه ما تساعدش الروس. الروس واش لازم له ما يستعمرش الاوكران يحاصرها اقتصاديا ويحاصرها من كل الامور ويخلوا المسؤولين تاع الاوكران هما اللي يقوموا ببلادهم والدول هذيك اللي راها تدعم في الاوكران هي اللي تعيش الشعب الاوكراني تزيد تخسر الدراهم. ثم الهدف تاع الروس انه يخسر في الدول الاخرى يخسر لهم في السلاح والدراهم من اجل الاوكران. هذه من الخطط تاع الروس وهذه علاه الروس كون يدخل على الاوكران ويستعمرها ويحطم روحه يتعب جيش ويتعب هكذا نو هذه خطه ضعيفه. لازم يجبد روح الروس يحاصر من بعيد والضربه القاضيه تاع الروس واش هي هي كي يجي الشتاء او يكسر في ليزانستالاسيون ديجا هذاك المفاعل النووي هذاك في الاوكران او يحطم فيه على باش ما يقدروش يديروا الانتاج تاع الكهرباء تاع التريسيتي او يحطم ليزانستالاسيون هذو ليزانستالاسيون الكتريك تاع الاوكران يحطم فيها الروس وزيد راح يوقف الغاز. الروس راه يخزر البعيد راه يخزر الشتاء باش يضرب ضربه القاضيه ثم من يضرب ضربه القاضيه تاعو لوروب لان الروس ماهوش غبي باش راح يدخل الجيش نتاعو باش يتغلب على الدول الكل. هذه حكايه قديمه هذه الحرب هذه تاع تقليديه قديمه تاع استعمل الجيش حارب به جيش نو دوك الحرب هذه تاع العصر الحديث هذا حارب الدوله هذيك بالشعب تاعها. واش معناتها؟ معناتها باش الشعب تاعي تخليه يطرطق الشعب هذا يدير ثوره اكسيتيرا يلعب له على المعيشه يلعب له على المود دو في تاعو يلعب له على الشتاء يجي الغاز ما كانش الغاز الغلا كلش البرد يضرب الشعب ينتفض يجي خارج يفلقها يفلق البلدان. هذا واش راه يلعب الروس. الروس يحوس يطيح لوروب الشعب نتاعو هذا واش راني نشوف انايا. اذا هذه الفكره تاع الروس بدا الاوكراني ريكيبيري وكلش والروس يجبد في روحه اكسيتيرا والروس ضعف ومش قادر على روحه هذه كاع ما كانش منها. الروس على باله بحساباته راه يلعب في البارتي تاع جدي شاك واعره وما يحطمش وما يتعبش الجيش تاعو وما يدخلش الجيش تاعو في متاعها ومن بعد ما يقدرش يسلكها لازم يروح دوقا دوقا. هذه هي وهذه باينه ايفيدون مادام انا نخمم كيما هكذا الرواس يخمو خير مني في هذه وعلى بالهم واش راهم يديروا لي تاع الاستراتيجي ريش واش راهم يخمو واش راهم يواسوا. هذه خاوتي والسلام عليكم ورحمه الله تحيه الجزائر. الروس واقف. السلام عليكم.